فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث أن من شرب أو من شرب خمر الدنيا فإنه لن يشربها في الآخرة، يقول: من شربها ثم تاب من ذلك فهل يكون داخل في هذا الوعيد؟ إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب الله عليه شرب من خمر الجنة، هذا بالذي لم يتب، لأن شارب الخمر لا يكفر، قد يدخل الجنة يعذب بمعصيته ثم يدخل الجنة، فإذا دخلها لا يشرب من خمر الجنة عقوبة له. نعم.